إلى كل السودانيات والسودانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في موكب السودان الموحد. الزمان السبت الموافق 29 يونيو 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس. المكان ساحة تخوكادغوم مقابل برج إيفل. ابتداء من 1 ظهرا حتى 6 مساء. أبقى كتاب يا إخواننا عشان الشهداء وعشان حكومتنا المدنية وعشان استهبال العسكر. ما تنسوا السبت الجاي 29. وين يا محمد؟ ساحة تخوكادغوم. دارينها يا جماعة مليونية. يعني شنو مليونية؟ الناس كمية مدنية.